هاي ما تدفعوناش يا سيدي. عندو بناتهم كيف الجوما في الكس بين القمر والحبس عشيري كاينه غير خطوه تقليله خليني انا طالي فراسي هاد الشي عشيري خليني خلي راك عشيري عارفني لعيب عمرو جابني وهذاك خونا كابني ما عرفتش اللي ضامني حوما كان الشهد شحال من مره جاكي اديني كيني نقدار كيف بغيتو نسكوت والحومة كتموت كتعاني بوحدار السم يجري في دروبة وباقى صبرة كاري الحومة كتبكي حيت ولي حومة غالي ودموع الحومة ممتعد ديالي الحومة جبتي صحبان بخيالي لكن حبيبك اللي كاني ولي أفضار العديان صارك يملي وخطي سرك يلي السلام عليكم ومرحبا بكم وتبارك الله عليكم. كما كتعرفوا اليوم حنايا كنحتفلوا بالذكرى 25 ديال عيد العرش ديال سيدنا الكينغ. انا سعيد جدا انني في مهرجان اللي في المدينه ديالي ديال طنجة وغنتلاقى بالجمهور ديالي الطنجاوي اللي ما كيسمعش مني وما كيسمعش مني. بالنسبه للمهرجان صيف طنجة الدولي بحال نقول لك مهرجان ديال المسلم ومسلم ديال المهرجان فهمتيني. يعني كاين واحد 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 ترابط بين هاد الاسماء لانه هو مهرجان طنجاوي والناس المنظمين ديال المهرجان اصدقاء ديالي وكنعرفهم وانا كنشكرهم بزاف على الثقه ديالهم فيا وكنتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالهم وكنتمنى النجاح للمهرجان انه يزيد يكبر كل عام على اخر يزيد يكبر يكبر يكبر. بالنسبه للجديد كاين اخي الجديد حنا كنتسناو غير الوقت المناسب اللي نخرجوا فيه الجديد باش يكون في الساعه ديالو فهمتيني. وصافي نقول لك الجمهور ديالي والبوبليك اللي متبعني بالنسبه لي الاغاني ديالي دائما كتبقى يعني ما كتقدمش فهمتي. باقي الجمهور كيطلب لي باقي الجمهور كيطلب لي اغاني 2006 وكتغني بحال اللي عاد خرجوا البارح فهمتي. جمهور مدينة طنجة كنشكركم بزاف لانه انتم اول جمهور اللي ساندني واللي شجعني وكنتمنى دائما انني نمثل لكم احسن تمثيل وتحياتي شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.